اللهم أعد علينا رمضان عواما متتالية، وارزقنا الزهادة في دار الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية. يا الله، اللهم رب هذه دعوة الصادقة الحق وكلمة التقوى أهينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أهياء وأمواتا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجلي والقدر العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأشرة الكرام وأزواج نبيك المصطفى وعمي حبيبك وصبطي ذوي الإخلاص والصفا وأن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم يبعثون. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تؤتي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا طيبا مباركا، يا من يقول لشيء كن فيكون. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك.